السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ اهلين. شو اخبارك؟ شو تعرفنا على الكتيبه؟ الكتيبه طبعا كتيبه 1973. واصل الاسم 1973 هو القرار حمايه المدنيين. الله اكبر. الله اكبر. كبر توفيق. والحمد لله قمنا بمجهود يعني. شنو مهمة الكتيبة في سرت بعد التحرير؟ شنو مهمتها؟ مهمتنا أمن وأمان وأشعار المواطنين بأنهم في أمن وأمان وأنهم قاعدين بين أهلهم وناسهم، ما فيش حد يخش عليهم من برا. والحمد لله لقينا تجاوب مع المواطنين، والحمد لله ممكن الشيء هذا أنتم في تجولكم في مدينة سرت لاحظتوا الشيء الذي نحكي عليه الآن. نسبة الأمان في سرت شنو تقدر نقول 100%؟ بإذن الله بإذن الله. وممكن شيء هذا تستطيع أن تستجوب بالناس الأجانب الموجودين لدينا هنا في مدينة سرت، ويعني الأغلبية الناس عادوا لأعمالهم، الدكاترة والممرضين والعمالة كلها رجعت الحمد لله. عدد أفراد الكتيبة كم؟ عدد أفراد الكتيبة الآن يتجاوز 200 شخص. والله في نقص البنزين وفي المواد البدائية والتموين عربي، هذا حتى ريغاته ما توصلش كيف ما نبغى يعني، ما تغطيش، مش مغطي. وفي حتى في صارت اللحظه بتاعت العيد، في ناس ما عندهاش، ما جت في الصبح ما عندهاش حتى تضحي بها ولا هيك عيد، معناها في عائلات قاعده هيك بلا عيد، ويقولوا تو يجيبوا لكم ليغاته، تو يجيبوا لكم جوكو كتيبات، داروا طابور من الصبح لعندية الليل وما فيش حد يدورهم. والبنزين هذه داروا لهم حل يومين واسبوع ما داروا لهمش حل. ضروري يكون في نقص، ضروري ترد الزحمه الاولى، عرفتك؟ والمستشفى نفس الشيء، حتى ويجيبوا فيه اغاثه وفي الادويه توصل وكل شيء، بس في نقص في العماله. تخش المستشفى ضروري تلقى فيه حاجه، وظاهره الاسلحه ديما تلقاها ماهوش من سرت لكن جاي من برا سرت، تلقاها من المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه، يجي يخش للمستشفى تلقاه حامل شاد السلاح وقاعد يدهور بيه، وانا من كتيبه وانا مش عارف من شنو وانا مش عارف من شنو. هذا ما عادش نبوه في سرت، يا ريتها توصل الصوره هذه لكل التوار في ليبيا، حتى اللي يجي لي سرت يجي زاير، وسرت هاي الحمد لله متحرره بالكامل وفيها توار فيها ناسها واهلها وتحماها، كانوا محمهاش اهلها وناس اصلا ما عادش تقعد مدينه. الله اكبر. بارك الله فيك. تعرفوا بيك؟ انا حسن أريد. حسن أريد. مرحبا بك. صفه؟ عضو المجلس العسكري بمدينه سرت. شنو تحكي لنا على مدينه سرت والنقص اللي فيها؟ والله بالنسبة لمدينة سرت أنت كيف ما تعرف يعني، هي مرت لآخر مرحلة من مراحل التحرير، فكان فيها دمار يعني بالنسبة للمدينة، بالنسبة لبعض المناطق زي منطقة رقم 2 هذه المنطقة السكنية الثانية هذه دمرت تقريبا بالكامل، وبعض المناطق فمعظم أهلها يعني سكان نازحين يعني نزحوا للمناطق الأخرى يعني. فمعظم السكان مش موجودين الآن، فاحنا نتمنى من السكان أن يرجعوا حتى يقوموا بعملية التنظيف وعملية تشكيل اللجان التسييرية للإغاثة وللتسكين، وأهلا هم اللي يقوموا بهذا الدور يعني. يعني نتمنى من أهل منطقة سرت رجوع لأعمالهم. الآن معظم المصالح الحكومية عاطلة يعني، المفروض يرجعوا ويبدوا يحيوا الحياة من جديد يعني، الحياة مستمرة فالمصالح كلها مقفلة يعني، المفروض المدارس ترجع، التعليم يرجع، الصحة يرجع، المصالح كلها ترجع. احنا بصراحة من هذا المكان ندعو الناس للرجوع لأعمالهم صراحة، شيء يعني مؤلم ان الناس ما ترجعش، ما بدها من الرجوع. وننادي ونطالب المجلس الانتقالي انه ينظر ب يعني ينظرون نظرة خاصة سرت، لانها دمرت دمار كامل يعني. الا بعض المناطق ومعظم السكان يعني محتاجين لنظرة يعني، انهم نازحين يحتاجوا الى نظرة خاصة. هذا بالنسبة لوضع مدينة سرت. هل الثوار حقيقيين في سرت؟ هل استطاعوا ان يتعاونوا مع السكان؟ يعني هل كان في، هل في ود الفترة هذه مش نفس يعني، هل ان الناس
تغاضت عن السلبية الأولى في التعامل؟ والله لابد من نسيان المرحلة الماضية هذه، لابد من نسيانها، هذا ماضي يجب صفحة تنطوي، لابد من الناس ترجع وتتصالح وتنظف القلوب يعني، وتعايش مع تبدأ مرحلة جديدة، مرحلة مع ليبيا الحرة الجديدة، جديدة ليبيا الحرية، ليبيا العدالة، مفروض يكون في عدالة بين الناس والحرية، ترجع الحياة يعني أفضل مما كانت عليه. الله إن شاء الله، إن شاء الله، بارك الله فيك.